في نفس الوقت اي نادي عمري في حياتي ما عشان بلعب في النادي الاهلي، في النادي الاهلي عنده مشكله مع منافس معين مثلا، يبقى انا لازم المنافس ده استفزه واستفز جمهوره واستفزه على السوشيال ميديا. بعد تركك النادي الأهلي أو رحيلك من النادي الأهلي، الناس كلها توقعت إن أنت تروح نادي الزمالك، وخاصة إن أنت ليك يعني حتة أخوك عبد الله جمعة في نادي الزمالك، ودايما تعليقاتك على نادي الزمالك كانت إيجابية، وكان في ترحيب كبير جدا من الزملكاوية والجماهير بصالح جمعة لموهبته الكبيرة. ده ما حصلش ليه؟ أقول لك على حاجة بتاني. اول ما مشيت على طول من الاهلي، حسيت من الجمهور ومن الناس الحب اللي هم يعني هم النادي الاهلي ما جابنيش، قال لي مثلا تعالى هنفسخ العقد وكل واحد يروح لحاله. الناس جت عايزه لسه بعد ده كله، الناس عايزه تساعد، تعالى وهنطلع اعاره والكلام ده كله. مشيت حسيت ان انا ممكن الخمس ست سنين اللي انا كنت موجود فيهم اخسرهم، وانا كان دايما يعني اول ما ابتديت كنت دايما حابب ان انا علاقتي تبقى بكل الجماهير الانديه كويسه، يعني وانا بلعب في الاهلي احترم الجزئيه بتاعت الزمالك واحترم جمهور الزمالك واحترم الناس دي، واكسب احتفل برضه مع فرقتي انا والكلام ده كله. في نفس الوقت اي نادي عمري في حياتي ما عشان بلعب في النادي الاهلي، في النادي الاهلي عنده مشكله مع منافس معين مثلا، يبقى انا لازم المنافس ده استفزه واستفز جمهوره واستفزه على السوشيال ميديا. ما لا ده كان طريقي ولا ده كان اسلوبي خالص مع الناس دي كلها. فلما مشيت حسيت ان انا ممكن العب كوره ابقى مبسوط من غير الضغوطات اللي انا ممكن اتحط فيها من لما امشي من الاهلي اروح الزمالك. وابتدي ليه بقى؟ لان انا اللي بيمشي من الزمالك يروح الاهلي، والعكس لو بيمشي بمشكله بيروح المنطقه الثانيه بيقعد بقى يستفز في النادي، والموضوع بيبقى غريب جدا. لكن انا لا، الناس كانت بتحبني جدا والجمهور بيحبني في النادي، وعلاقتي كانت كويسه بكل الناس والكلام، فحبيتش اخسر الحته دي. هو كان في عرض اصلا من الزمالك؟ كان في عرض والناس اتكلمت معايا. ده كام سنه يا صالح؟ انا دلوقتي 30. ما شاء الله، يعني لسه بدري. يعني والناس اتكلمت معايا وخد بالك كابتن، كل السن اخوك اللي اتكلم معاك ولا الناس اللي اتكلمت؟ في ناس في الزمالك وانا اتكلموني 3 4 مرات خلال السنين اللي انا قعدتها. بس انا لا طبعا بالنسبه لي الموضوع صعب يعني. ايوه، هو الانتقال من الاهلي للزمالك صعب، لكن انت دلوقتي خارج النادي الاهلي، كنت بتلعب في سيراميكا، كنت بتلعب في الاسماعيلي، يعني كان بعيدا. بص يعني أقول لك دي خطوه تعيدك مره اخرى. اقول لحضرتك على حاجه للجماهيريه. للجماهيريه انا كنت لسه خارج من نادي جماهيري حالا، فانا ما كنتش بدور على النادي الجماهيري، يعني انا ما كنتش محتاج نادي جماهيري، ما كنتش محتاج، انا ما كنتش في النادي صغير. يعني انا مش همشي مثلا من انديه مثلا شركات مثلا، فانا لا، انا لو جالي عرض من الاهلي او من الزمالك هروح. مش انت باصص للفلوس من الاخر؟ مش باصص للفلوس، انا كنت باصص على مشروع كويس. نادي كويس بدون اي ضغوطات بدون اي مشاكل. كان ساعتها نادي سيراميكا كليوباترا صعد الدوري الممتاز، كان موجود عامر ومحمد ابراهيم وشادي حسين وميسي لعيبه، يعني هم كانوا عاملين مشروع كابتن كويس جدا، وجايبين مدير فني شاب محترم جدا كابتن هيثم شعبان، وعايزين حتى احنا اول سنه لينا مع سيراميكا قدمنا مستويات كلها كانت الناس بتتكلم عنها، كانت فرقه محترمه، كنا بنلعب اهلي وزمالك وكنا بنكسب وبنتعادل وبنتغلب وكنا فرقه قويه جدا. فقلت لا، كان ساعتها يا كابتن كان في مشاكل كتير قوي في الزمالك. ندمت على عدم قبولك عرض نادي الزمالك؟ لا، ما ندمتش خالص والله يا كابتن، ما ندمتش خالص والله. لو تم تجديد العرض مره اخرى تقبل؟ حاليا الـ 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 الوضع في النادي مغري. خلي بالك رمضان تقريبا جدد مع بيراميدز، يعني كنت هقول مثلا لو صالح جمعه ورمضان صبحي الاثنين بيلعبوا او راحوا الزمالك كانت هتبقى الدنيا عامله. تخيل بقى، تخيل صالح جمعه ورمضان صبحي وعبد الله السعيد وناصر ماهر واحمد حمدي يبقوا لعيبه في الزمالك طبعا، مع زيزو
واوباما ودونجا وشيكابالا وفتوح حمزه المسلوسي وفتوح. ايه ده؟ الزمالك عنده سكواد قوي. انا قلت لك في بدايه الحلقه تعملوا ايه؟ تكسبوا الاهلي؟ قلت لك تكسبوا الاهلي؟ ايزي.